رياضي وصاحب سلطة وصاحب سمعة، بس الله يخلصنا من كم نموذج. الميناء يبقى بخير، ما راح نخلص منهم، ما راح نخلص منهم. لا لا ما نخلص منهم، هذول جو نقمة. اي والله والله العظيم. اي والله اقصى انا مسؤول عن كلامي، خلي البي الرجال يجي يواجهني، انا مصطفى كريم واي واحد يجي يواجهني. انتوا اللي استفاديتوا من كيان واسم النادي وشعار النادي وصارت عندكم اموال وبيوت ومناصب، انتوا سبب الدمار، حسبي الله ونعم الوكيل بكم. كل شخص وصل للميناء هاي المرحله يعني فاتلين. ما حد يطلع يواجه، ما حد يطلع يواجه، ما حد يطلع يواجه بالازمه كلها تختل، ما حد يطلع يواجه. بس ده خلي يصير انتخابات، خلي يصير موضوع بتكريم، خلي يصير موضوع بسفر، خلي يصير مثلا موضوع بلقاء مع وزير او مع شخص مسؤول او مع مثلا المنسره. والله والله العظيم والله كلكم تكونوا موجودين، البدلات مالتكم وسياراتكم وهندامكم وتروحون استغفر الله. والله العظيم من صعدتوا الميناء من دور الدرجه الاولى للممتاز، حسستوني كانما واخذين دوري ابطال اسيا، مو مصعدين نادي هو استحقاق ان يكون بدور المحترفين. كلكم بالتصريحات بالصور تطالبون بالتكريم وكانما انتم اللي لعبتوا، حتى بعض النواب اللي لبسوا درايز الميناء واجوا. وينك هسه؟ ترى النادي يحتاجك بالازمه، ما يحتاجك بالفوز وبالانتصار تروح تاخذ سيلفيات وتجيني. تفضل استاذ علي السؤال اذا تسمح لي. نعم. مصير اللاعب